كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تقوى الله، وأن ذلك رأس الأمر كله، فالنجاة في التقوى والهلاك في عدمها. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، فقال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له فيه توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية.